فرق كبير بين لباس الأم وابنتها. يعني كانت تلقى المرأة غادا مع بنتها، كثير من المواطنين يتساءلون كيف تغير اللباس بين هذا الجيل والآخر، يعني هو جيل واحد تقريبا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فابتداء يعني الشكر موصول لكم أستاذ نبيل على طرح هذه المواضيع التي ربما مع كثرة تعاملنا مع هذه الأمور ما عدنا حتى نطرح التساؤلات التي ينبغي. يعني من كثرة منا وما كنتعاملوا واحد المسألة ما ذاك نديروا وقفة وننظر واش هذه المسألة اللي كنديروها أصلا واش صحيحة ما صحيحاش. هذه الأمور ما عادت مع دوامة الحياة إلى غير ذلك، وبقينا كاع كنطرحوا هذا الأمر ديال اللباس، ولعل تأخرنا في طرحه هو الذي جعل أن يعني أن هذا الرقع قد اتسع، فيتطلب غير أن أدخل لك يطلب منا مجهود أكبر إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر كما في سورة الأعراف وفي سورة مكية يعني في تأسيس هذه المفاهيم الأولى، قال يا بني آدم إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يا بني آدم إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني هذا الحد الأدنى في اللباس أن يكون ساترا للعورة. يواري سوآتكم وريشة، هذا جانب الزيادة والزينة والجانب الجمالي، لأنه من مقاصد الشريعة الجانب الجمالي أيضا. ثم بينا اللباس الذي يجب أن يضيفه العبد، يتجمل بلباس خارجي لأنه محل نظر الناس، ويتجمل بلباس داخلي لأنه محل نظر الرب عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. حتى المعنى الأول ديال الآية الأولى ديال سورة المدثر التي كانت من أوائل ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد إقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هدوى ثيابك فطهر يعني حملت على المعنيين، ابتداء أن يزيل النجاسة من ثيابه يعني إن وقعت حتى يكون استقباله لله عز وجل في محراب العبادة والصلاة لغير ذلك يعني على طهارة ظاهرية. والعرب أيضا تطلق لفظ الثوب على النفس وعلى القلب، أي طهر نفسك وطهر قلبك أيضا من الرجس ومن الشرك ومما لا يحب الله عز وجل يراه في قلب عبده. فهذه المسألة هذه معدا كتبي لنا يعني من الأمور يعني الأصول الكبرى لللباس في الإسلام. الأمور الأخرى ترى تفضل بالكلام عن فضيلة الدكتور سيد رشيد بن كيران على قضية ديال أنه يعني يصنع واحد الوجه عام للمجتمع المسلم. كاين أوصاف، ما كاينش نموذج، كاين أوصاف لللباس، لأن الأوصاف يعني عامة ماشي نموذج. علاش؟ لأن اللباس يمثل مثلا الوجه العام للمجتمع، فهذه الأوصاف العامة كتخلي أن الحمد لله دائرة اللباس كتكون واسعة جدا وليس فيها تضييق على الناس، لأن لم تنزل شريعة رب العالمين لتضيق على الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه الأوصاف يعني أن لا يكون مثلا كاشفا للعورة، أن لا يكون مثلا مخلا بالحياة، أن لا يكون مثلا يحمل مثلا علامات تدل مثلا على عقيدة مخالفة لعقيدة المسلمين إلى غير ذلك من الأمور. لكن اللباس هنا احنا باقي كنتحدثوا على اللباس في وهو يستمد ان صح التعبير شرعيته واوصافه من الشريعه الاسلاميه. على قدر ما نبتعد عن الشريعه الاسلاميه على قدر ما نتيه في دروب الحياه. وتيسهل ديك الساعه ان نجيب على السؤال اللي طرحته يا سيدي نبيل، كيفاش الام يعني ماشي كنتكلموا على الام والحفيده ديالها، كيفاش الام والبنت ديالها اللباس بينهما كما بين السماء والارض. يعني ما كنتكلموش على وحده لابسه مثلا النقاب والاخرى مثلا لابسه الحجاب وكاشفه الوجه ديالها، حنا كنتكلموا على ام تقدر تكون مثلا محجبه والبنت تكاد تكون سافره، الاب مثلا لابس الجلباب او لابس اللباس الرومي مثلا ديالو مثلا القميجه والسروال ولا كذا، والولد لابس مثلا سروال كله مقطع ويكاد يصل الى نصف العوره وشي امور يعني مخله. مثلا كتلقى الولد لابس مثلا داك الستر داك اللباس الرياضي وفيه صليب مثلا ديال اللباس راه ديال فريق معين من شي دوله معينه، فيه صليب ولا فيه يحملوا يعني شعار للكنيسه. يعني ماخصوش يلبس هذا اللباس. تكلم الدكتور قال لك على مساله مادام يحملوا شعار اللي انت باش ملي كتحمل مثلا واحد اللباس فيه مثلا اشاره ديال الصليب اش تقول؟ الله عز وجل كيقول لك وما قتلوه وما صلبوه، هذوك اللي حطوا الصليب كيقول لك احنا صلبناه وقتلناه، وحده في جوج يعني رمز ديني واضح. رمز ديني وفيه تكذيب لله عز وجل، وحده في جوج رأيما الله عز وجل تما راه يقول الحق. وفي هذه الحاله انت راه هذا شي حاجه اللي فيها هدف يكون مبين، اما انت تعتقد ان هذه المساله هذه راه صحيحه، وفي هذه الحاله هذه اشكال كبير خاص لابد من التنبيه عليه. هذيك القضيه ديال المراه لبنتها راه نجيو نقلبوا غنلقاو هذيك المراه
وهذاك الرجل راه ما عاد يستمدان مشروعية هذاك اللباس من الشريعة الإسلامية، إنما هو صار عادة. وأسهل شيء في العادة هو أنك تبدلها، باش تبدل عادة كتجيب لها عادة أخرى. كيقولوا مثلا انسان بغى يحيد العاده من العباده للعاده، نقول تماما تنقل السلوك من العباده للعاده، يسهل عليك بعد ذلك ان تغير فيه كما تريد. يكفي ان تنزل بثقلك في الاعلام، في الاشهار، وبالسلعه لتغرق بها السوق. نعم. بسلعه معينه وديك الساعه سيتبدل. نعم. مباشره. قناه الانس الفضائيه، ويحلو الانس مع قناه الانس.